الدرس السادس وعنوان الدرس تنمية روح قوية، قلت لكم إن أحد أهداف البرية هي تنمية روح قوية، سوف أبدأ بآية سوف تحبونها وسوف تفهمونها فهماً أفضل في نهاية هذا الدرس. هذه الآية في فيليب واحد يقول بولس لأنه قد وهب لكم حسناً لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً تتألموا لأجله. انتظروا لحظة، لكن يبدو أن هناك تناقضا لفظيا هنا حسنا وهب لكم تجعلنا نظن أن هناك بركة كبيرة سوف يعطيها لنا ثم يقول تتألموا سأشرح لكم الأمر هذا كأني أقول حسنا يا جيسيكا في عيد ميلادك سنخلع ضرسك حسنا وقع هذا الكلام علي يشبه هذا لكن في نهاية هذا الدرس سوف تفهمون لماذا يهبنا الألم ولماذا هذا مفرح جميعنا مررنا بشدائد ومصاعب وبرية أليس كذلك؟ هل شعرنا أنها هبة؟ لا لكن سوف تفهمون لماذا هي هبة بعد قليل لوقا واحد ثمانون عن يوحنا المعمدان يقول أما الصبي يوحنا المعمدان فكان ينمو ويتقوى بالروح لو أنت يتقوى بالروح وكان في البراري لاحظ ليست برية بالبراري هناك صحاري أو براري في حياتنا كمؤمنين بهذا نذهب من مجد إلى مجد ومن إيمان لإيمان يقول الكتاب وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل هل تستطيعون تخيل هذا الامر حسنا يوحنا المعمدان في البراري وهو ينمي قوته الروحيه وقيل نفس الشيء عن يسوع وكان الصبي يسوع ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمه وكانت نعمه الله عليه هناك فرق بين النفس القويه والروح القويه فرق كبير جدا اقول امرا موسى في عمر الاربعين عرف انه سينقذ اسرائيل صحيح نفسه قويه لان من يمكنه ان ينقذهم سوى امير امير في اقوى دوله في العالم ماذا يقول الكتاب عنه في اعمال سبعه كان مقتدرا في الاقوال بليغا في الاقوال تدرب لكي يكون قائدا لمصر صحيح ظن انه مؤهل نفسه قويه لكن بعد اربعين سنه في البريه قال له الله اريدك ان تكلم فرعون فقال لست صاحب كلام حسنا الان ترون لم يعد لديه قوه في نفسه ولكنها ستعود صدقوني لكن ما لم يكن موسى يعرفه هو ان الله كان قد قواه في الروح في اربعين سنه ولم يكن هكذا حين كان في الاربعين لم يكن يستطيع ان يحقق ما حققه في الثمانين بعد اربعين سنه في البريه هذا جميل حسنا اذن غالبا لن تدرك كم أصبحت روحك قوية لماذا؟ لأنك مررت بصحراء وتجارب وتشعر آه لكن في الحقيقة رأيت هذا في حياتي الشخصية يكون الله قد قوى إيمانك وأعطاك شخصية قوية في حياتك انظروا ليسوع تذكروا رأينا هذا أعلن الله للجميع هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت صحيح؟ صحيح؟ هذا مثير لندخل على إنستغرام لايف لنذيع هذا على فيسبوك لايف لنصنع قصة على إنستغرام هيا لنقل للجميع انني في اورشليم فيقوده الله للبريه يقول لوقا اربعه واحد اما يسوع ممتلئا من الروح وكان يقتاد بالروح في البريه لكن اتعلمون في البريه كان يمتحن ويجرب اربعين يوما لدينا فقط اخر ثلاثه تجارب صحيح لقد جرب اربعين يوما ثم يقول في عدد اربعه عشر يسوع ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البريه اربعين يوما يجرب من ابليس وبعد هذا يقول ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة هذا أفضل من إنستغرام هذا أفضل من فيسبوك لايف حسنا وكان يعلم في مجامعهم ترون هنا حين تمر بالبرية الله يرقيك الله بنفسه ماذا حدث مع يسوع ذهب ممتلئا وعاد بقوة إذا السلطان والقوة ينتجان بالمرور في البرية بنجاح اكتب هذا السلطان والقوة ينتجان فيك بالمرور في البرية بنجاح إذا نظرتم إلى يعقوب واحد اثني عشر وأحب هذه الآية كثيرون لا يرون جمالها لأنهم يربطونها بكرسي القضاء بعد الوفاة يقول يعقوب طوبى للرجل الذي يحتمل بصبر الامتحان والتجربة لأنه بعد ذلك ينال إكليل الحياة عما يدل هذا الإكليل؟ السلطان وماذا مع السلطان؟ القوة ذهب يسوع للبرية ممتلئا وعاد بالقوة أخذ السلطان والقوة إذا بدأنا الآن نفهم معنى وهب لكم حين تنظر للنتيجة أتفهمون ما أقصده؟ إذا إذا نظرتم إلى وعد الله لنا سيشجع هذا كل من يسمعني الله امين، قولوا الله امين. هذا حقيقي. اسمعوني جيدا ان الله امين. ما هو الوعد الذي يتحدث عنه؟ لا يدعكم، لاحظوا يدعكم فهو ليس مصدر تجاربكم ولا مصاعبكم، ليس المصدر فالله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، لتستطيعوا أن تحتملوا. أتعلمون ما معنى هذا؟ مهما كان ما تمر به فأنت قادر عليه، قادر على النجاح، وإلا لما سمح به، هذا ليس منه، سمح به فقط. إذا لن تواجه امتحانا لست قادرا عليه، خبر جيد، لكن الله لا يريد أن يتركك في مستوى قوتك هذا. هذا هو الامر الذي يجب علينا ان نفهمه يريدنا ان ننمو حسنا والان سوف نرى معا الطريقه التي يزيد بها الله قوتنا في الصحراء يقول يعقوب يا اخوتي واخواتي عندما تاتي المشاكل في طريقكم اعتبروها فرصه نحن جميعا امريكيون ونفهم جيدا معنى الفرصه انا لا استخدم هذه الكلمه مع المشاكل والبريه والصحراء لكن يعقوب استخدمها ما المقصود بكلمه فرصه يخبرنا لانكم تعلمون انه حين يمتحن ايمانكم يعطي هذا فرصه لصبركم لينمو اذن الفرصه لنمو صبركم دعوني اقول هذا اريد ان تسمعوني التجارب التي يسمح بها الله في حياتنا البراري والصحراء والتجارب ايا كانت لها هدف ما هو هذا الهدف زياده كفاءتنا صحيح هل تفهمون ما أتحدث عنه؟ إذا سيسمح الله بتجربة اليوم بقدر يعادل مستوى الضغط الذي ستواجهه غدا. إذا ما أريد أن أقوله هنا سأضع هذا على الشاشة لأنني أريدكم أن تكتبوه يستخدم الله تحديات بريتك الحالية ليقويك لمعارك أكبر في المستقبل. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعاليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر <applause> حسناً، يشبه الأمر رفع الأثقال. حين كنت في الخامسة والثلاثين من عمري، كدت أفقد وعيي على الرصيف في أتلانتا. وكنا م... نسكن على بعد بيتين من بيت رجل مصارع ماهر. كان طوله ستة أقدام ووزنه مائة وتسعة كيلو أربعة بالمائة دهون. أتذكر حين كنت ألعب معه كرة السلة، كنت أصطدم به. فأرتد حرفيا بنفس السرعة بعيدا كان رجلا ضخما جدا وكان مشدودا ومفتول العضلات حسنا وكان دائما يقول لي جون سأخذك للجيم سأخذك للجيم فأقول لا وقت لدي مشغول في الخدمة فحين دخت ذهبت إلى بيتي وقلت له كان واقفا على الباب هكذا يجب أن تدركوا كم كان ضخما وقلت كاب قلت ستأخذني للجيم أريد أن أذهب فابتسم ابتسامة سادية وقال سأخذك للجيم فأخذني إلى ذلك الجيم حيث كل الرجال وحوش، وتعلمت في ذلك اليوم أن العضلات لا تنمو بمجرد العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم أتوقف، بل تضع وزنًا ثقيلًا يمكنك رفعه ثلاث أو أربع مرات فقط، وهنا تبدأ المتعة، لأن أوعيتك الدموية تبرز ويحمر وجهك خمس درجات، ويصرخ الوحوش من حولك هيا فجر طاقتك، وشيء ما في داخلك يدفع الوزن لأعلى. عندما بدأت رفع الأثقال كان أكبر وزن أحمله 43 كيلو ثم وصل إلى 47 ثم 52 ثم 65 وكنت فخوراً لأني أذهب إلى الجيم وضع قرصين على جانبي القضيب ثم وصلت إلى وزن 93 كيلو تطلب الأمر سنتين حتى وصلت إلى 93 كيلو وعلقت هناك سنيناً ثم حضرت مؤتمر في كاليفورنيا كان كل القساوسه يرفعون الاثقال فذهبنا للجيم وقالوا لي يمكنك حمل 102 كيلو قلت لن اقدر ستقدر سنساعدك فرفعت ذلك الوزن كانوا يعرفون ما يمكنني فعله اتفهمونني ثم ذهبت الى كنيسه في ديترويت بعدها بعام ورفعت مائة وأحد عشر كيلو مره وفي تلك الكنيسه كان الراعي يرفع 247 كيلو ولديه مدرب وذلك المدرب كان لديه بطولات دولية. ذهبنا للجيم خاصته صباح الإثنين، ميعاد تمرينه، وبقيت يوماً كاملاً هناك لأقضي وقتاً معه. وسألني المدرب عن تاريخي في رفع الأثقال، فقلت: رفعت 111 كيلو مرة، فقال لي: "110 كيلو؟" قلت: "لكن مرة واحدة فقط". قال: "حسناً، سترفع اليوم 120 كيلو على الأقل". وفعلت ذلك. بفضل تعليماته، وأوصاني أنا وواحدا من أعضاء فريقنا ببعض التمرينات ثم ذهبنا لنفس الكنيسة في العام التالي وذهبت إليه في الجيم وكنت قد وعدت قبلها بيوم عن الروح القدس فقال لي حلمت أمس أنك سترفع 143 كيلو فقلت له أنت مجنون فقال لي ألم تعظ بالأمس عن الروح القدس قلت نعم فقال وأنا حلمت بهذا تعال هنا سوف تفعل ذلك ويا للهول بعد التسخين رفعت 143 كيلو في ذلك اليوم كان هذا بعد تسع سنوات من رفع الأثقال شعرت بأنني سأطير للبلد بدون طائرة والآن أريد أن أقول حين رفعت 143 كنت أرفع 102 قبلها حسناً في يوم الأول في الجيم حين كنت أرفع 43 كيلو ماذا كان سيحدث لو وضع لي كيب 102 كيلو؟ كان سيسقط بالجاذبية ويسحق صدري وكنت ساموت اذا ما كان من الممكن ان يقتلني اصبح روتينا حسنا تفهمونني حسنا تخيلوا الان كرسي المسيح حيث سوف نحاسب على خدمه يسوع يقول الكتاب انه سيكون هناك دموع اظن يسوع اكثر من سيبكي لانه سوف يقول مثلا هذا ما كنت اريد أن تفعله لبناء ملكوتي لكنك لم تقدر، لأنك كنت تقاوم تدريب صبرك. لم تعامل بريتك بشكل صحيح. إذاً، دعونا نرسم صورة ما هنا. نرفع 65، ويقول الله: أريدكم أن ترفعوا 79 لكي تفعلوا شيئاً ما في ملكوتي. هذا الشيء فيه 79 كيلو من المقاومة. فيسمح الله يسمح فقط بسبعين كيلو من الإساءة لسمعتك مثلاً، فتسيء لسمعتهم، فيقول الله: لنعد لخمسة وستين. ثم يسمح بضيقة مادية فتقول: لا بأس، لدي كرت ائتمان، نثق في كرت الائتمان وليس في الله، فيعيدك إلى خمسة وستين. بدأتم تفهمون؟ ثم يأتي الوقت ويريدك أن ترفع أكثر، لأنه حان وقت المهمة التي يحتاجها الملكوت، لكنك ما زلت عند خمسة وستين. وهو وعدنا بأنه لن يدعنا نجرب بشيء فوق إمكانياتنا. ما معنى هذا؟ إنه أب صالح ولن يسمح بضغطنا حتى لو للإثمار للملكوت. سيبحث عن شخص آخر يكون في إمكانه التعامل مع 79 كيلو. أؤمن أنه عند كرسي المسيح سيبكي يسوع في وقت معين حين يقول: "سأريك ما أردته، لكن لأنك قاومت تدريب صبرك بتذمرك بالتمتمة بالاستسهال لم أستطع أن أجعلك تفعله لأنك لم تستفد من وقت التدريب وقت إعدادك الذي فيه كنت أبني قوة فيك أنشئ فيك روحا قوية أنت لم تتجاوب بشكل صحيح هذه الفكرة ستفيقنا لكن يجب أن ندرك أنه عندما نمر في شدائد عندما نمر في جفاف ونصرخ يا الله أين أنت ثلاثة أشهر ولا نشعر بحضوره المعلن نستمر في فعل الامور التي كان يفعلها متق الرب نفكر في اسمه ونقدر كلمته اكثر من طعامنا يختم يعقوب بهذا الكلام واما واما الصبر تذكروا ان لديكم فرصه وهي ان تبنوا صبركم واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء هذا ليس قولك أنت، إنك ناضج، تام تعني ناضج، كامل ولست ناقصًا في شيء، بل هو كلام الله عنك. لهذا السبب من المهم جدًا أن نتعامل مع موسم البرية بشكل صحيح. والآن هل فهمت ما قصده بولس من قوله "وهب لكم"؟ كأن شخصًا ينظر إلى آخر ويقول "سأعطيك اشتراك جيم مجاني". عندما أكون في الجيم، لا أرى أبدًا شخصًا يقول "يا للهول!" أنا مضطر أن أرفع مائة واثنين كيلو اليوم. لماذا لا أعيش حياة طبيعية؟ بل يكونون متحمسين للذهاب للجم ومحاولة رفع الوزن. هكذا يجب أن نشعر حين نواجه شدائد في حياتنا. إذا رأيناها هكذا، سنفهم معنى عبارة بولس "وهب لكم". لن نشعر بأي تناقض، بل بمنفعة حقيقية من خدمة ملكنا. أراكم لاحقًا.